السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم. شجان بخير، نتمنى دايرين بخير ان شاء الله. ابشر بيه من عرق قد فوت. يعني مش تواريخ شقاء حسب الا ذا نبعدو شقاء صار الصيف، يعني فوش ثقة الحمد لله قد حلا أرخي خصبنا بالأحد يوم دير بحاوي النوع طبيعة الحمد لله موجود حمو قد وانت يوقف لك كورونا إن شاء الله خاطي سيسي ربي إن شاء الله أبنا هذا حديث السارة غادي نضع شوية نخلد على حسب الطبيعة غادي نضع شوية نشون الحمد لله الطبيعة شوف الحمد لله الطبيعة غاخذها كمان غاخذيش الطبيعة ما شاء الله شوف الحمد لله شوف الطبيعة دير وسط المدينة شوف كراس الطبيعة في وسط المدينة شوف الحمد لله شوف هاي ثنا الطبيعة يبغى خلنا نشد بس ما دير وسط شوفوا عارف يا مشي دير زاد دير وسط المدينة شوف الحمد لله الطبيعة دير وسط المدينة أروح لكم تسعة دير إن شاء الله السيارة ورغم ذلك معكم تسمر خرجي الترجي الطعمس وكم دي تساعدوخ يعني رجي التوقع من كي يقوى رجي التوقع غارون بوين سوداي يقوى تسا خل مرجان جيت تبغى سنين يموشان مرجان غاسنين أبريد نوداي غاس أبريد نش غاسنين نبريد هاكم ديال السمفروف جيت عمص وكم ديال السكر هادي الحوايج نعاودو وكم ديال السكر هاكم شطورة من الحمد لله الشوارع قلقان شطورة من الحمد لله الشوارع تبارك الله مازال ان شاء الله كدار راكم تسعة ديال المرغا عشان الوقت هاكا تصاد الطبيعة ديال وسط المدينة شوف الحمد لله يا ربي شوف تبارك الله مشيت هاش المنظر عاجب هاك شوف مشانا وكم طايح عند السي وذا تفواج نضيسا قدي ناس الكراسة ديالها داروا اليوم الكراسة فين غادي يجلسوا داروا اليوم الحمد لله مسؤولين داروا خدمتهم الصراحة هكا حنا غنركبوا لهاد الجهة هذا كما كتشوفوا هاد الجهة هذا كتشوف كيما كيسميتو الكورنيش رمود هكا نص على الجهة تبارك الله داروا هنا فين غيلعبوا الدراري الصغار كما كتشوفوا شرا ميت مد جند ما يطير عليه حنجرة مزيانة وشوف الغابة تبارك الله كيف دايرة يجي المنظر عاجل هاكا شوفي الطبيعة كيف دايرة تبارك الله الطبيعة يجي الطبيعة ما شاء الله زهر بها مشتاق جازة تعرف مش تيجي جزء زجيت تنا تمشي تيجي عربية تبارك الله إيش نار بيا عاجي إيش المنظر عاجي أشي نخمن نشوف بس قال إيش شوف الحمد لله شوف وفي عربية تبارك الله شوف الحمد لله شوف إيش نار بيا عاجي شوف أشي نخمن بس قال زاز الطبيعة تبارك الله والله الا سبحان الله هذا غير المنظر عجيب هكا يثما بنات السن وزاق ديالنا سدما غاتير عن الكرة الله يغطيها عن شكون تساعد اخرى شي موش عندها هكا الحمد لله قام يعني رغبت تعدا غيرين واختير بورك باش تساعد كل شيء ولكن هاد السعدة بعد من ومن زمان شوف فيها ربيع تبارك الله في كذا
طفيف مزيده. قال المرجان قديها سوديتها السوق عاد فاش كان السوق المركب قد بايودس، السوق المركب قد راني جا السوق ديال المركب اللي كيكون في اللي كيعمر الحد والثلاث وراه قريب لهاد الجي هاد البلاص يعني هاد الشارع هذا ولا هاد الطريق هذا اللي كيهبط الكورنيش لتحت. ها شوف تبارك الله داروا هنا ملعب الكره كبير ها كما كتشوفوا. مازال غنوريكم الاخرين راهم لتحت. الحمد لله اللي بغى يدير الرياضه راه يعني كلشي موفر، خصو بنادم يعني يدير الرياضه وصافي. الحمد لله شوف عربي شوف عربي مشجر ياش المنظر عجيب ياش المنظر ما شاء الله. هاكم تسعدي خاوت الثاني جيتينو باركان هاكا مشطوره نروح السيد مكيان يا تيراني حنجره مزيانه عندو جيتينا غيري يعني ايش المنظر سبحان الله العظيم ايش المنظر يعني وين خصني قلنا الرياضه كش هذه الزر ديال الغابه هذه كاع الرياضه الحمد لله الا وين خصني قلنا الرياضه الا اللي ما بغاش وصافي. الصراحه اللي بغى يدير الرياضه الحمد لله راه كلشي موفر الصراحه. وشحال من الملعب شت هنايا كاع ما ديتها فيهم الصراحه. شوف شوف الحمد لله الربيع كيف داير شوف واحد النعمه ديال الله سبحان الله وتعالى يعني ايش المنظر عجيب. هادشي ما مكسسناش هاكا مشطورة عايش الملعب هاكا دا وين زرا منيرو واحد الملعب هذا هو هذا اللي شفنا دابا. وشوفوا الربيع الحمد لله كيف داير تبارك الله الربيع الحمد لله والله حتى تحصدوا يعني بالماكينة الصراحة ماكينة هاد الحصاد. شوف هاذي تما غي عربي شوف شوف عربي مشتاقة شوف الطبيعة شوف المنظر كيف داير شوف المنظر عجيب والله علاش المنظر عجيب. شوف شوف هاذي تما عربي شوف تبارك الله هذا يسود الدار سبحان الله. هاكا هاي الملعب نغني عاود تاني هاكا مشطورة الملعب اللي بغى يلعب الكرة ولا يبغى حتى ناس هاهو هاهوما ديال حنا كنقولو يعني الكرة اللي كيضربو بالتنس حنا كنقولو بالتنس بالانجليزية شوف هاهي هاهو هنايا هاهو الاخر عاود تاني حداه كاينين جوج واحد لهنا واحد ليه وكاينين الملاعبات اخرين ها هو واحد هذا هو الثاني لتحت راه هو كما كتشوفها كيبان من هنايا ها هو واحد ملعب اخر ديال الكره واحد لي غير هنا كاين شي ثلاثه ولا اربعه الحمد لله يعني غير اللي ما يلعب الكره غير في هاد يعني في هاد الحي هذا الحمد لله يعني داروا الناس فين غادي يدوزوا وقتهم يعني خصوصا في الرياضه راه الرياضه شي حاجه مزيانه بزاف ايوا نتمنوا من الناس ان شاء الله يديروا الرياضه وصافي. ها كما كتشوفوا شنو داروا لي دابا اصلا وقيل هادو كيتفرجوا اللي كيلعبوا التنس ها كاين واحد جوج ثلاثه اكثر تبارك كاين واحد جوج ثلاثه اربع شي خمسه ديال التنس باش كيلعبوا داك يعني اللي كيضربوا باليد يعني شي ربع واحد جوج ثلاثة وقيلا خمسة الملاعب سبحان الله العظيم واش تغير لا ربي تسمح لي واحد سمحوني ما كيبانيش يعني مزيان ولكن كما كيبان كاين واحد كاين جوج كاين ثلاثة كاين ربعة اللي كيبانوا بحال كاين ربعة والله أعلم يعني ما متأكدش نيشان 100% داكشي اللي كيبان كيما كتشوفوا هاد الحي هنايا يعني كيجيو هنا كيخرجوا الناس باش كيتفوجوا على راسهم يعني فهاد يعني الناس اللي ساكنين في هاد الحي هذا والحمد لله كي يعني خصوصا في الصيف
يعني مول المغرب ولا شي حاجه، يعني كيكون الهواء زوين وداك الشيء كيخرج لنا من حيط النحسانية، يعني واحد يعني واحد المنظر غزال، كيكون واحد الهواء زوين الصراحه خصوصا في الصيف. الحمد لله كما كتشوفوا يعني الجو راه سخون اليوم. ونكملوا دابا طريقنا. شتو راه ما يهمنا الجو، نهار كيحنا يعني يجن الجو لا نبدو نيشان فزكي النط حتى تفوي تما تحار صراحة. البداية نزيد النط رابع يزيد النط 22 زي شهر باش تسلم، يعني يجن الجو زعما الصراحة الجو يحمى بزاف. عقلكم هاد كم يموت انا هنا خلاص الله سبحانه وتعالى كيف وكم شتو ريت ديرو سنتين ديال الحمد لله. الطبيعة الطبيعة موجود وكم شتو رمي هنا مشى انا ما كنت نسير يكون السعيد الطبيعية، يعني إيه المنظر عجيب. لقيت مغزى الطبيعة زعما يما كورا فشو مشان وفي عميد دي سعر لها زعما الطبيعة عجيب. فورم الطبيعي تتركوه ليش الطبيعة من داكش الصراحة لا زازم شدي قاعد قاعد وقفو دي كيف دايلة ناردع قوسن دولة تفرني 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 الحمد لله واحد المنظر عجيب. تبارك الله كي دايره هاد الطبيعة شوف شوف ها هي واحد الشجرة ديال الكرموس شوف تبارك الله كاينة على الطريق شوف الحمد لله والله لا كلشي منور سبحان الله المنظر عجيب على الطبيعة جدا. مشيت ورا ما يهنا السعد وغومض اللي كتب الله ان شاء الله فوت على الطاخشي ان شاء الله راكم تستعدوا شي حوايج مليح باذن الله راكم عاجبين بزاف ونتمنوهم الله الخير ان شاء الله. الحوسي باقا دايس فوت يعني سيما دايس في البستان هذه يومين كما سمعت اخوتي حسيمة راه مشمشة في هذه يومين البارح واليوم يعني حرارة الصراحة كاين يعني شمشة تقدر تمشي تعوم يعني يعني مزيان تعوم يعني بدون مشكل الصراحة الصراحة المنظر عجيب
والحمد لله. طبعا نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنساوش الاشتراك، وما تنساوش الضغط على اللايك اللي عجبكم الفيديو، وما تنساوش ان شاء الله اللي ما اشترك معنا نتمنى ان شاء الله يشترك معنا، وايتما نتمنى ان شاء الله لكم يعجب الفيديو. هادشي نشكرهم بزاف، يعني اللي خزان الفيديو النقد يعني ديال النقد تارين ديال نشكر كلكم ان شاء الله، وخا يعني وكي خشاش نشكاريكم باش نوان تعيب حد ونشهر حد ربي العالمين اخيش ديال السوتر كل واحد الصراحة. الله يسهل علينا وعليكم على جميع المسلمين ان شاء الله. الله يسهل اخا غي سهرابي او مي سهرابي، لكن ان شاء الله يتما نتمنى ان شاء الله، وخا اخا اغدي وابي ان شاء الله عرضنا ان شاء الله ديري الصح ان شاء الله. اتمنى اخوتي احنا في العواش دابا يعطينا الله وليكم ان شاء الله صحيحتنا باش نصوموا ان شاء الله، ويخلينا وليداتنا وليدكم ان شاء الله، ونتمنى من الله الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي غادي ندورو دابا على اليمن، واش مي شاف الحسيمه لو كان ماشي هاد كورونا يكونو الناس كيعمرو في البحر الصراحه، والله لا يكونو الناس كيعمرو في البحر، يعني واحد الجو زوين الصراحه، واحد الجو تمام.